مرحبا بكم في حلقة اليوم. باش نتعرفوا على بعض المهن الغير مضمونة واللي مولاها في نهار ينجم يرقى روحه من غير دخل. لكن قبل هذا باش نسمعوا حكاية زوز بنات نسرين ورانيم اللي رغم متاعبهم الصحية يعيشوا بكل أمل. مع الناس تبدأ توا. هذه تبرقة في نهار من نهارات الصيف، كنا على موعد مع عائلة رانيم اللي يسكنوا في منطقة الكريمية. رانيم تعرضت الحادث غير لها حياتها، كانت مغرومة بالرياضة لكن اليوم وضعيتها الصحية ما تسمح لهاش أنها تمارسها. أمها عزيزة وبوها شكري يخصوا وقت كبير للعناية بها. حكاونا على حالة رانيم رغم الذكريات المؤلمة لنهار الحادث. والله نهار 2 سبتمبر وقعت لي كارثة ما كنتش نتصورها. عندي رنيم طلعت السطح دار خيلها، تلوش على الريزو، احنا ما عندناش الريزو، تلوش على الريزو في السطح، في السطح طلعت السطح، واحنا عندنا الهوت تونسيون قريب شوية للدار، معناها كل ما تصب المطر وفما ريح وفما عاصفة يزيد الخيط يهبط معناها أكثر. قعدت تدور في الـ في الـ في الـ في, الـ في التليفون، وقعت جاذبيه ما بين خيط الضوء والتليفون كي طلع الريزو، تقوى عليها الضوء يجبد فيها هي تجبد ويجبد، تقوى عليها طيحها قلبها من المسطح من هنا جابها في اللوط من الكاتريم تحت الريتشوسي لوطة في البريمير. جات الحماية المدنية بعد نص ساعة وهزوها الليرجانس، قاموا بالإسعافات الأولية. ملقت معها أنا، دخلني الدكتور المساعدي أعطانا شامبر وحدنا أنا مع بنتي، وبقيت معها ثلاثة شهر وجمعة رقدت في ثلاثة شهر وأسبوعي في الحروق البليغة في بن عروس. بالنسبة للضوء معناها ضررنا نحنا، معناها ضرر كبير برشا مش أكسيدون رانيم بركة، راهو هذا يتسمى رابع أكسيدون ولا خامس أكسيدون. فما واحد توفى على البلاصة، فما واحد كيف بعد بريود زادي كيف توفى كيف ضربوا في ضوء ذاية. برشا مواطنين عندي شكايات شاكين عليه. عندي جارتي مخلصة 3 ملايين بريسك 3 ملايين ونص مخلصة عليه، مشي ينحوا يبدلوا لها ولا اللي يعلوا فيه. كل ما تقع عاصفة ولا ريح ولا مطر تشوف الضوء وتشوف تخزر له معناها الضوء كيفاش النار تشعل. حاولنا معناها مشكينا مشي نقلوه لنا البارتيات الكل نقلوها، معناها وصل البلاد نقلوها، في شيرت هكا الحومدية نقلوها، إلا البارتي متاع الكريمية بقات ما نقلوهيش. هك تشوفها معناها كيفاش قاسم السكين. راني معناها كانت سبورتيفة، تجذف من الأوائل، كانت تحب السبور، تحب تطلع أستاذة سبور، تحب تمشي معناها تخرج حاجة كبيرة في التجذيف، تمشي للعالم تجيب ميداليات. وواحد في لحظة راني تقصت ساقيها ويديها ولت عاجزة. أنا نحمل المسؤولية الستيك، حملها الستيك. خيوط الضغط العالي ساعات تجد في بقايا سكنية، وهوني نحدوا شكون المسؤول، الستيك اللي ما أمنتش المناطق هذه، ولا المواطن اللي يبني بحث الضغط العالي من غير ما يقدر خطورتها. على إثر علاج راني باش نستحقوا بروتيز لساقيها وبروتيز لليدها، وكثر خير الدكتور مسعدي هو خلى رانيم تعمل البروتيز اللي ساقيها، ومازال باش يعاون على البروتيز في يديها. رانيم عمرها 14 سنة، تعديت بمرحلة نفسية صعيبة، سمعناها على خاطر كان عندها ما تحكي لنا. ديما أقول راني أنا باش نوصل، حتى باش نوصل، ديما أقول الحمد لله باش نوصل، معناها كلي العبد كي باش تيأس ولا باش شخصيتك باش تضعف حكاية فارغة. مرات كي نبقى بيني وبين روحي ولا نخزر روحي في المراية، نقول يا رانيم طب زعما انت باش ترجع كي كيما قبل، اما بعد لي نقول لي باش ترجع وتحقق برشا حاجات. نحب نولي برشا حاجات، مش حاجه واحده، برشا حاجات. نحب نولي بروف نتاع سبور، نحب نولي ممثله، نحب نولي طبيبه، نحب برشا حاجات، ما نحبش حاجه واحده، نحب نولي برشا حاجات، نعيش برشا حاجات مع ناس محليهم، فهمت؟ تو انا كي كنت في السبيطار حكي تو الفريم الاصحابي يجيو لي يطلعوا علينا، بكون نحكي بكون نضحكوا كيف الطبيب،
يجي يبقى نبقوا نحكي ونبقوا معناها مانيش ماك المرضى اللي هاني انا ديما نتوجع وك هاني ديما قاعده ونبكي، بالعكس لي نحط الغناء، انا نحط الغناء يجي نضحك نضحك معاهم فدلك معاهم. هذا الدكتورة من الله المسعدي اللي تبع حالة رنيم، نهاره يبدأ بريتم كبير. كما كل يوم التسعة غربع استاف حاضر. دونك يا كومبيان دورجونس هيير؟ 18 اورجونس. الدكتور مسعدي رئيس الجمعية التونسية لعلاج الحروق والجروح يحضر لإقامة حفل خيري لصالح رنيم، وهوني يشجع الفريق الطبي باش يشري وتسكرها. انتوما مازلت ما خديتوش تسكر على الحفلة. دونك نذكركم اللي هي سوف يدخل جودي 27 ان شاء الله معنا اون فاريوسير سيت اوبيراسيون. رجعنا بالدكتور مسعدي لفترة الحادث باش يفسر لنا حالة رنيم. كلمونا مستشفى تبرقة قالوا لنا راهو معنا جاتهم بنية اللي هي رنيم تعرضت للصاعقة الكهربائية وأدى إلى حروق بليغة، معناها استدعت استوجبت كونه معناها ناخذوها احنا في المستشفى، وكان العمل هكاكا وقمنا باللازم وكانت معناها الأضرار نتاعها كبيرة، هي معناها صارت لها حتى انفراكتور دو راشيس معناها، لكن من حسن الحظ معناها ما كانتش عندها انعكاسات كبيرة، وهذا استوجب باش قعدت تتعالج في المستشفى قرابة 3 أشهر، وما كانش عندنا حل آخر غير كونه معناها باش يدها وساقها يتقصوا. حبيت نقول لك اللي معناها برشا وليدات صغار وبنيات صغار كيما رنيم وغيرها يتعرضوا للحوادث المنزليه، معناها واحنا ان شاء الله معناها امنيتنا كونه الحوادث هذه تقل وتتنحى، كونه بالماء سخون ولا بالسوائل والا بالضوء، لكن الضوء معناها عنده انعكاسات راكم شفتوا معناها كبيره وتغير الحياه نتاع الصغير، فمعناها الوقايه تقعد هي افضل علاج. واحنا معناها باش نشرعوا في برنامج مع ستاج ان شاء الله باش نعملوا حملات تحسيسيه على هالاشكاليات هذه وكيفاش نتفاداوها، وبالخصوص توا انا خايف لانه الصيف كيف يجي معناها البني يكثر والدهينه تكثر في اماكن اللي معناها جينيرالمون فيها سيكوريتي فيها الخطر، خاطر معناها اما تلقاه بني فوضوي قريب للضغط العالي، ونحبوا معناها نختنموا باش الناس تكون الاخرى واعيه بالخطر وما تقراش ونبعدوا هالاشكال هذا. احنا من الاول وعدناها اللي باش نعملوا كل ما يلزم باش ترجع حياتها شبه طبيعيه، وكانت هي ثقتها كبيره فينا وذاك اللي خلانا نوصلوا لليوم، ومعناها كانت خرجت من القسم على شاز رولونت معنا لأن كانت ساقها مقصوصة، وصلنا في عمل وفي مساندة معنا متاع المجتمع المدني ككل باش مكناها من ساق وتوا رنيم تمشي، وإحنا معنا في الإطار هذا باش نكونوا على وعدنا شرعنا باش نكونوا بحفل هذا باش نسألك عليه اللي هو أنتوما باش تعملوا حفل سبيسيال معناها تمشي المداخين متاعو الرنيم باش أنها تشري البروتيز اللي يدها بروتيز اليد اللي هو تقريبا قيمته قداش؟ 23 ل 25 الف دينار. أي. فهمت؟ خاطر اليد باش تكون يد اصطناعيه لكن يد تتحرك وتنجم تشد بها ستيلو براتيك معناها براتيك باش تنجم تواصل قرايتها، وان شاء الله في سبتمبر تدخل معناها وهي بيدها وساقها وتقرا على روحها. وقتاش الحفل هذا؟ الحفل هذا نهار الخميس 27 جوان في لاكروبوليوم دو كارتاج 8:30 تاع الليل. مساهمة شكون؟ هو معناها والله الحقيقة اللي باش يقوم بهالحفلة هذا هو ليلى حجيش الفنانة ليلى حجيش، ومعها سي عبد الباسط المتسهل اللي هو معناها الناس الكل تعرفه، وهي المبادرة جات هما طوعوا باش يقوموا بهالحفلة هذا اللي فائت رني. مالا لازم نقولوا أنه الناس لازمها معناها الدافع الإنساني هذايا تشري التيكيت تاعها وتساهم في نجاح الحفلة.
تساهم في نجاح الحفل، واحنا حبيناه معناها الفرصه هذه تكون فرصه سعيده باش رنيم معناها دون لا جوا يعني. دون لا جوا، ومن معناها جات فكره تكونوا حتى باش نعملوا التومبولا انا اون فو فريمون كو سوا دون لا جوا. ليه بالحفله والتحضيرات وكل شيء تلقى الوقت؟ لا نلقى الوقت بعد من بعد المرضى معناها معناها نعطي حق المرضى ويلزمني زادا معناها انا مهمتي كون باش تنجح الحفله هذه، وكما قلت لك نحبها تكون حفله او فري سونس دو مو، ونكونوا سعداء اللي لمينا الفلوس الواحد والناس اللي تجي معناها تجي وتروح فرحانه معناها وان شاء الله عملت حاجه باهيه. وعملت حاجه باهيه ابسوليمون وعملت حاجه باهيه. يواصل الدكتور مسعدي خدمته كل يوم في انتظار تفاعل الناس مع حالة رنيم. الحفلة هذه باش تبدلها حياتها وتخليها ترجع تعيش أحلامها وطموحها. الحديش متاع الصباح في حي الخضرة. شحوالك نسرين؟ نجيب أحداك نعاونك. انت تنظم في الجرايد؟ تو تاع شكون الكشك هذا؟ ها؟ خويا. انت وخوك. انت قريت؟ اه. شنو هو الاختصاص؟ تيليكوم. تيليكوم. اي باش تاخذ شهاده في شنو؟ خذيت شهاده. كملت؟ اي. قداش عندك؟ عندي عامي. عامي. اي. قدمت باش تخدم؟ قدمت في شركات مش بريفي. اي شركات عمومية. اي خديت سي في. و قداش من سي في تو حطيت؟ برشا برشا. عندك كليونت؟ تفضل مدام. حتى في قرايتها نسرين اختارت مدرسة قريبة من دارهم. مش حاجة تحبها ضاري؟ لا لا. شو كان الأمل اللي متاعك؟ شو الحاجة اللي تحبها أنت؟ الحاجة اللي أنت ترى أنه واحد كي يبدأ عنده مهارة في حاجة ينجم يخدم فيها؟ متبع بلا حاجة تحبها. وانت مشيت الحاجة اللي تحبها أنت؟ لا. شو السبب؟ أول حاجة العلاقة متاعي، وثاني حاجة ما عنديش شكون يهزني ويجيبني. أنت مضطرة إنه حد يوصلك؟ إيه صح، حد يوصلني يهزني ويجيبني. على فكرة أنا من سنة أولى ابتدائي عندك للزوج. أي أمي تهزني أمي تجيب. حتى لليوم زاد. أثر فيك الحكاية ذي؟ تحسها تعبت؟ تأثر نسرين ما خلناش نكملوا حديثنا معاها، وسألنا أمها مدام حليمة على نهارها كيفاش يتعدى. نص نخرج من الدار. هاي. الكروسة تعدى الحي، نجيب جرايد، نجي نحل للعشرة، العشرة نكلم نسرين تدردش بوها وتجي، نجيب له قهوة نحطه غادي، تقعد شادة هي في بلاصتي. بوها ذرير. إي. يقعد هو منسها. إي. تقعد هي شادة بلاصتي، نروح للدار. فاطر محمد ونكوشو نعطيه دواه. ولدك؟ ولدي خاطر انا طيب في الليل. من ولدك معناها كابي على الاخ معناها ما ينجمش لا يمشي لا حتى شيء. على الاخ نريقول اموره نعطيه دواه نحلو التلفزه نرجع من غادي نهز مختار نوصله للدار نحط له فطور نرجع لهنا نخدم حتى الاربعه نروح من الدار الاربعه نخلي نسرين نهز كفتي نمشي المرشي ناخذي اموري اللي في المرشي راهو ندخل كوجينا نكمل حوزتي وصابوني وكل نكمل تسعة تسعة ونص. بارك الله. فعلي تسعة تسعة ونص كل يوم. هذا هو الريت. هذاك هو الريت وذاك وذاك الموجود. هذيك الخدمة نتاع أختك هذيك اللي موجود. أنا ما كذبش عليك كانت عندي تقريبا في تبرع معاونتني.
كنت تسوق؟ اي معاونتني بالكدا بالتفضل ولد. ان شاء الله ما عطلناكش. مخر خريطه كل معامله على روح. هاي اليوم بعد الشهاده ذي عندها اكثر من عامين وما زالت ما خدمتش. الشهاده هذه باش نقول لك عليها ولدي. نسكر الحانوت نطبع نهز نطبع لها نطبع لها ونهزها ونقصد روحي. انت توصل فيها كنت؟ انا نهز قدر بنتي ما تمشيش وحاجه. نهزها للشركه نصبوا مطلب، للشركه هذيك نصبوا مطلب، الشركه نصبوا مطلب، تاع الشغل نصبوا مطلب. وعندي البروف وعندي كل شيء ما يفقد على الاقل تخدم. تعاونك تعاوني ونوب علي يا ربي ان شاء الله نلم نعمل حتى جرايد قريبي باش نهزها فيها ونرد. انت ترى انهم ما يحبوش يخدموها؟ خاطر مسكينه انا وحدي بيني وبين نفسي وكل يوم قلت السيفيات نتاع الكارت اللي نصبها انا خاطر فيها اللي عاقل يمكن الله اعلم والله اعلم. راهي ثم خدمت همومه خواص لهمومه الناس ثم طول راجلي كلمها قال لها يا نسرين راهو ثم بوست تخصيص لكم انتوما نداو لي احتياجات الخاصه اي انتوما الخاص قالها بقدرة ربي سلام وقعتي شكري بربي قالها بقدرة ربي تو نكلموك وتو ان شاء الله ربي ساهل زيديني يا ايمان هاي تو عندها جمعنا كما كل يوم رنيم وامها يرجعوا في وسط النهار للدار باش يطلعوا على البول مكفوف والاخ المريض. هذه ساعة من حياة نسرين اللي كل املها انها تلقى خدمة وتعاون عائلتها وتحس اللي هي قادرة انها تضيف وتتقدم في حياتها.